الصبايا اللي موجودين بمبادرة ضوء أخذوا هالكتب، يعني اللي هو المنهاج اللي معتمد لبرنامج الحقوق بالجامعة الافتراضية، وسجلوا بهاي الطريقة. فالجامعة كانت دعم معنوي، يعني المناهج من عندها بداية، ويعني عم يتم التنسيق بيناتنا، وبالنهاية عم تمنحهم شهادات تطوع. خلال الجائحة من فترة أسبوعين تم فتح عنا المفاضلة، هي مفاضلة إلكترونية 100%، فالطلاب بيقدموا على المفاضلة بيرفعوا الأوراق الثبوتية المطلوبة وبيتم قبولهم بشكل افتراضي. كذلك بلش الفصل عنا يوم السبت الماضي، بلش الفصل الدراسي الجديد يوم السبت الماضي، لأنه كمان التدريس كله أونلاين، فما في مشكلة كان أبدا باستمرار التعليم عنا باعتبار الأدوات الافتراضية كلها موجودة. الميزة اللي تحتنا اياها الجامعة الافتراضية انه نحن فينا نشتغل وين ما كان. من قبل طبيعة شغلنا كانت اونلاين، ولهلا مستمرين اونلاين. التسجيل نحن بيتم بشكل الكتروني، والدفع كمان بيتم بشكل الكتروني.